سيبيت حطيت وش ماما ليه يا بابا؟ مش انت بتقول انها عاوزة تشوفني وانا كمان عاوزة اشوفها؟ اتأخرنا عليها يا حبيبي، مش بعدها لك يا حاج. يعني هي مش أول واحدة ولا آخر واحدة؟ مش قادر أنساها حسين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ونعم بالله. وبشر الصابرين. اطلع حج، وهناك ادعي ربنا يبرد نار قلبك. أحج تاني يا حسين؟ التقرب إلى الله يشفي القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ها قلت إيه يا حاج؟ اللي في الخير يقدمه ربنا. حسين. نعم. مش دول جماعة محمود جد الله؟ آه والله هم. طيب شوفهم عايزين إيه وقول لهم إن أنا عامل لهم خصم 20%. حاضر يا حاج. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. الحاج متولي بيرحب بيكم وبيقول لكم اي خدمه وعامل لكم خصم 20%. الف شكر. اديني الفاتوره يا نبي. يلا يا امينه. ما تنسوش تبلغوا تحياتي لمحمود بيه. يوصل باذن الله يا حاج. اتفضل يا حاج. تسلم ايدك يا حسين. يعني يا حاج ما غيرتش بقيه يافطه المحلات؟ اغيرها ليه؟ زي ما غيرت يافطه المحل ده وخليتها الحاج متولي وولده سعيد. فهمت سؤالك. شوف، انا حطيت اسم ابن سعيد جنب اسمي على اليافطه هنا لان المحل ده اتعمل بفلوس امه الله يرحمها، ودي كانت وصيتها. قلت لي. خلينا في المهم. الست أمينة قريبة محمود بيه جد الله، ما جاتش تاني؟ ياه، وده عايزة مال قد إيه عشان تيجي تشتري كل شوية؟ طب ده إحنا عندنا زباين ما بنشوفهمش غير من السنة للسنة، وأحسنهم مرتين، مرة عشان كسوة الشتاء ومرة عشان كسوة الصيف. طب نقطنا بسكاتك. الله، هي إيه العبارة؟ مساء الخير. مساء النور. ايه سعيد يتعشى؟ فضل قاعد مستنيك عشان يتعشى معاك وفي الاخر زهق ونام. ازاي تسيبيه ينام من غير عشاء؟ جرى ايه يا حاج؟ وانا برضه يهون عليا؟ ده انا فضلت قاعده اترجاه لدرجه انا كنت حبوس ايده. البيت كده محتاج واحده ست. ليه؟ هو انا مش ست؟ لا ست ستات طبعا، بس انت يعني عايز اقول الواد كده عايش من غير ما حد يرعاه. مالكش حق يا حاج. هو انا قصرت معاه في حاجه؟ انت مالكش حق تقول الكلام ده خالص. انت مش فاهماني. انا قصدي ان البيت ده محتاج واحده ست. انت لوحدك مش كفايه. انا مش فاهمه حاجه. عايز الواد يحس ان ليه ام تانية. قول بقى ان انت شايف لك شوفه. محدش يزعل من الحلال. مش قلت لك انا قلبي مش مطمن. يا ترى انت ناوي على ايه؟ على كل خير. ما تحضر ليش العشاء وكمان متعش بره؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ازيك يا حاج. ازاي حضرتك؟ ازيك؟ اتفضلوا اقعدي يا امين. هتفرج. اتفضلي. ايه
تحبوا تشربوا ايه؟ لا مالوش لزوم يا حاج، احنا جايين نشتري ونمشي على طول. تمشي على طول ده ايه؟ لازم تشربوا حاجة، المرة دي مش هقبل أي عذر. اشمعنى المرة دي يا حاج؟ يعني عايزين نقعد ونتكلم. واحنا عايزين نشتري ونمشي على طول. ولا ايه يا أمينة؟ داكور يا عمتي. هي قالت ايه؟ موافقة يا حاج. طبعا ده فالخير، الحمد لله، ده فالخير، الف حمد والف شكر. شوفوا بقى، انتوا طلباتكم هتجيلكوا لحد عندكم هنا من قبل ما تقوموا. طب انا طلباتي مين يناولها لي؟ وانت محتاج طلبات يا حاج؟ الا محتاج يا ست نفيسة، ده مفيش حد في الدنيا دي محتاج زيي. بعد الشر عليك ملحوجة يا حاج، انت بس تؤمر وتشاور. الف حمد والف شكر، انت كده ريحتي قلبي يا ست نفيسة. دلوقتي بقى نتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم خبر هيفرحكم قوي. خير يا نفيسة؟ امينه تقدم لها عريس. ما تتكلمي على طول يا نفيسة وتخشي في الموضوع. في ايه يا محمود؟ انت على طول متسرع كده. مين العريس ده يا نفيسة؟ مش هتصدقوا، الحاج متولي سعيد. مين متولي سعيد ده؟ يكونش صاحب محلات الاقمشه؟ اسم الله عليك. انا بقى مش موافق، ازاي اجوز بنت اخويا لواحد بياع قماش؟ فعلا يا نفيس، ازاي؟ ازاي؟ عارفين بتاع القماش اللي مش عاجبكوا ده عنده عربيه نوعها ايه؟ هيكون عربيه نوعها ايه يعني؟ ما انت عارفه ان عربيتي اكبر منه. خلي الطبق مستور يا محمود، ومفيش داعي اقول جايبها منين. وانت جايبها منين يا بيه محمود؟ مش وقته، مش وقته، انا بقول نستنى اما يجي لها عريس احسن. عيلة جدلة لازم تناسب العائلات الكبيرة. ايوه، عيلة جدلة لازم تناسب عيلة كبيرة، عيلة جدلة فوق فوق قوي. بس بس في ايه؟ انتوا عشان عايشين على مد الايدين والسفلقة، خلاص ما بقاش في حد عجبكم. شوفي يا نفيسة، اذا استمرتي في مناقشتك باسلوبك المستفز ده انا هضطر اسيبك وامشي. تمشي؟ تمشي تروح فين؟ تمشي وتسيب بنت اخوك الله يرحمه ليس كده؟ يا اخي حرام عليك، دي البنت كبرت، ده بدل ما تدور لها على عريس. جري يا نفيسة، انت عايزانا نمشي ندلل عليها عشان نجوزها؟ ايوه يا نفيس. يعني ايه؟ هنمشي ندلل عشان نجوزها؟ ايوه تدلل، زي ما دللت لبنتك وجوزتها للواد الصايع. لا لا يا نفيسه، لا، كله الا رامي جوز بنت اخويا. تعالى يا نفيس تعالى. هو رامي من عيله يعني مش غنيه قوي، لكن من عيله كبيره جدا. كبيره؟ كبيره في المسخره وقله الادب. لا جرى ايه يا نفيس؟ انت جايبانا هنا عشان تهزقينا ولا عشان نجوز بنت اخونا؟ هي كلمه ورد غطاها، هقول للراجل ايه؟ ناخد مهله نفكر. ايوه لازم ناخد مهله نفكر. هتفكروا في ايه؟ هي كلمه ورد غطاها. طب وامينه رايها ايه؟ وامينه رايها ايه؟ موافقه، نفسها تتجوز النهارده قبل بكره. طب وانتوا شايفين ايه؟ احنا شايفين ايه؟ الراي رايك يا بيه محمود، انت الكبير. صباح الفل يا حاج. الو نفيسة هانم، انا متولي سعيد. الله يخليك، ازاي حضرتك؟ انا الحمد لله كويس. ايه طمنيني، ايه الاخبار؟ اطمن يا حاج. لا عينيا، مع السلامه يا حاج. خلاص يا امينه اطمني بقى خالص، انا اتفقت مع الحاج متولي هيجي يقابل عمامك يوم الخميس الجاي. ميجو بير، خايفة من ايه بس يا أمينة؟ خايفة من عمي محمود يشد مع الحج في الكلام وتبوظ الجوازة. من ناحية دي اطمني خالص وحطي في بطنك بطيخة صيفي. هو في حد في طولة بال الحج متولي؟ انت شفتي بيتكلم معنا ازاي يا أمينة؟ ما هو ده اللي عاجبني فيه عمتي، تري جانتي. ولا كلامه يا عمتي كلامه؟ ماله كلامه يا أمينة؟ حلو، حلو قوي يا عمتي. طبعا مش تاجر، والتاجر الشاطر هو اللي يبيع كلام اكتر من البضاعه اللي عنده. وعلى راي المثل اللي ما يدلل على بضاعته طبور. بس عارفه يا بنتي امينه، انا عايزه اقول لك على سر. سر؟ سر ايه يا عمتي؟ انا في الاول يا امينه كنت فاكره ان عايزه تتجوزني انا. طلع عايزك انت. ابن الايه عليه كلام يا امينه يخلي الواحده تفتكر اني. بس اعمل ايه بقى؟ خلاص بقى.
لو عاوزاه يا عمتي اتفضل. بجد يا امينه؟ بجد ايه؟ اوعى يا سعيد تسمع كلام ابوك وتروح معاه الفرح، ده عايز يجيب لك واحده ست تانيه غير المرحوم امك. هاي ماما تيجي تاني امتى يا ام ابراهيم؟ هو يا ابني اللي بيموت بيرجع تاني؟ وعاوزاني اقول للبابا لا ليه؟ طبعا، ما انت طالع له. امال الواد لما طلعش لابوه هيطلع لمين؟ شفتي الواد الصغير طلع اعقل منك، استريحتي بقى؟ استريحت؟ انا قلبي ما استريحش من يوم المرحومه. بقول لك ايه يا وليه، انت مالكيش قعد في البيت ده من دلوقتي، خدي حسابك واتكلي على الله. لا يا حاج، لا انا ما اقدرش اسيب سعيد، ما اقدرش افوته خالص. سيبها يا بابا، انا كمان بحبها وعايز خليك قاعده معايا يا ام ابراهيم. عشان خاطرك بس، بس قول لها انها تقعد هنا، ما تفتحش بقها وما تتدخلش في اللي مالهاش فيه. بس تقعدي هنا وما تفتحيش بقك، بس ما تتدخليش اللي مالكيش فيه. ايوه كده، عشان خاطرك هسيبها. يلا يا ام ابراهيم، خدي سعيد لبسيه لبس الفرح. يلا. ما تنسيش تحضري عشوه مفتخره للعروسه، فاهمه؟ ليه؟ هما مش عاملين كمان عشاء؟ ايه يا سعيد، انت ما بتتكلمش عربي ولا ايه؟ انت في مدرسه؟ في مدرسه. شكلك موس. بتاكل كل الكتب، كلت كام كتاب؟ انا بطلع التاني، حتى اسالي بابا. انا مصدقاك، بس بصراحه بقى انا زعلانه. زعلانه ليه؟ عايزك تطلع الاول، تدخل ثانويه عامه وبعدين الجامعه. نفسك تطلع ايه اما تكبر؟ هيطلع ايه يعني؟ هيطلع زي ابوه. بس كده محتاج مجموع كبير قوي. ربنا يخليك يا امين. انا اذا كان عليا بقول كفايه عليه يفك الخط، لكن دي وصيه المرحوم امه. ايوه هو عاوز ايه؟ عاوز تكمل تعليمك؟ ما تفضيها سيره بقى ونتكلم في حاجه تانية احسن. يا ترى الولي ام ابراهيم طبخنا ايه الليله؟ الهي ما توعي تاكلي من عمايل ايديا. معلش يا ست زبيده، حكم القوي على الضعيف، انا كان نفسي اطبخ لها سم. طيب العروسه جت، العروسه جت. تعالى يا سعيد، انت بتجري كده ليه؟ ومالك فرحان قوي كده بالعروسه؟ هو ابوك ضحك عليك بكلمتين؟ كل شيء اللي يشبه له. برجلك اليمين نورتي بيتك، اتفضلي اتفضلي. ام ابراهيم. هاي. بونسوار. وعليكي. سخنتي الاكل وكله تمام؟ اتفضلوا اتفضلي. تعالي يا سعيد. لاهي هنا؟ لا قصدي يعني هتاكلي ازاي بالجوانت يعني. ممكن اساعدك؟ غالي كويس. هتاكلي بايدك ولا؟ لا حاضر هيك. معلش الحمام يتاكل بالايد احسن يعني. انا مش هاكل ولا ايه؟ اسف حبيبي. تحب تاكل ايه؟ تاكل ايه يالا؟ انت مكسوف؟ طيب خلاص انا عارفك، هقطع لك من الفرخه دي. طب سيبني انا، انا هاكل. يا ام ابراهيم هات لنا ميه ساعه. قرب طبقك. لا انا اللي هاكلك. تسلم ايدك. تسلم. يلا.
يلا يلا برافو عليك. انت هتوكليه بس ام ابراهيم هتنيمه. يعني مش هيضايقك بعديها يعني. انت بتحب صدر ولا ورك؟ حسين. نعم يا حاج. في اخبار عن الحاج شاهين؟ والله سمعت انه تعبان قوي يا حاج. كانوا بيقولوا انه بقى كويس. امبارح الواد ممدوح اللي بيشتغل عنده كان بيقول انه تعب تاني ونقلوه المستشفى. لا حول ولا قوه الا بالله. تعال حسين. ايوه حاج. ربنا يحفظنا جميعا من الامراض يا رب. تشكر يا حاج. امال مين اللي واقف مكانه في المحل ده؟ ما خلفش غير بنتين لا راحوا ولا جم. الست نعمة الله مراته بمليون راجل، هي اللي واقفه اليومين دول في المحل. وتسيب الراجل مرمي في المستشفى كده؟ انا كنت فاكر زيك كده يا حاج. اتاري بقى هو اللي غصب عليها انها تقف مطرحه. اصل المال كتير قوي يا حاج، والمال السايب يعلم السرقه. معاك حق. بس انا سمعت ان الست نعمة الله دي ست كويسه. ما تتخيرش عن المرحومه الست ام سعيد. ام سعيد الف رحمه ونور عليها. الفتحه على روحها. الفتحه. ها عملت ايه؟ خلصت. طب وريني كده. هديك حاجه حلوه. وريني. شايف السطر نازل يشرب من الترعه ازاي وهيغرق كمان. انا مش قايله لك تحسن خطك؟ مش عارف، ما كل ما اكتب يطلع كده. يمكن العيب في القلم. ورينا القلم. ابدا السن حلو اهو، عشان انت بتكتب بسرعه. انا كل يوم هملك املا بشويش بشويش شو 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 عشان تحسن خطك. انت خطك حلو يا ماما امينه. انت هتمتحني يا استاذ؟ طيب انا هقعد قصادك وتشوف. طب اكتبي. طب ممكن يا استاذ نخلي الامتحان لبكره عشان حضرتك تتعشى وتنام وتصحى بدري؟ لا وريني خطك دلوقتي من غير ما راجع يا استاذ. انا خايفه. طب هات كراسه فاضيه بسرعه. يلا اكتب اسمك عليها. يا رب يا رب انجح يا رب. هاتي الكراسه. يلا هاتي القلم. فين القلم؟ اهو. تعال تعال بص عليا. سعيد. الله يا ماما امينه. انت خطك احسن من الابله بتاعت العربي. عربي ايه يا ابني؟ ده احلى من بتاعه الالعاب. حبيب ماما كل الاكل ولا لسه؟ كل. برافو عليك. هخش انام. ايه ده ايه ده؟ ينام على طول كده؟ نغسل ايدينا واسناننا صح، ونقعد نرغي مع بعض عشان ما تنامش على طول. هو لازم يعني؟ هو ايه اللي لازم يعني؟ ولا حاجه. انت يا راجل انت مش قايله انا عايز ارغي معاكي؟ مش هنتفرج على التلفزيون؟ لا النهارده في فيلم رعب وانا جدتي مش خالصه. تعالى. خلاص احكي الفيلم اللي شفتيه امبارح. بتاع امبارح ده رعب خالص. قلبك جامد حديد. سمعني صوت. ده فيلم يخوف. تعالى يا سيدي انا بحكي. بطل الفيلم راجل طويل 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 خالص، له عين واحدة في وسط راسه، وبقين واربع ودان، واحدة منهم مكان مراغيب، وفي ليلة ضلمة ضلمة والدنيا هس هس، قاعد يتسحب يتسحب يتسحب. أنا خايف يا ماما أمينة. أنا كمان مرعوبة يا ابني. بس هنعمل إيه؟ الأفلام اللي بيجيبوها في التلفزيون كلها تخوف. وبعدين حصل ايه؟ ابدا الراجل الطويل كان المخرج والمؤلف وكل اللي في الفيلم، وبص على المتفرجين وكان عايز ياكلهم. هم ها هتنام ولا احكي لك الفيلم بتاع اول امبارح؟ خلاص انا نام. وريني وريني نمت ازاي. تصبح على خير. يلا نام.
ماما مينا. نعم. ما تيجي تنامي جنبي. أو النبي يا ابني. لحسن أنا هموت من الخوف. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. يسعد مساك. امال الست امينه فين؟ بتنايم سعيد. هو الواد ده مش هيكبر وينام لوحده؟ المهم اتعشى قبل ما ينام. وهي الست امينه هتسيبه ينام من غير ما تعشيه؟ مالك بتعيطي ليه؟ عشان ظلمت الست امينه. ما كنتش فاكرها بالحنيه دي. دي ست الست اسم صحيح. دي احن على سعيد من المرحومة. طب بس تصبح على خير. انت من اهله. قمر. ربنا يخليك. هات المشط كمان. مال انا عاجبك يعني، بس بشرط تدفعي لي البقشيش في الاخر يعني. من عينيا. ايه طمنيني، لسه مفيش حاجة جاية في السكة؟ حاجة ايه؟ حاجة من اللي بتوقوق بالليل وتصحي امها. قول يا رب. إيه سعيد هيبقى له اخ؟ نفسي اقول لك دكور، بس اقول ايه بقى؟ ايه؟ انت مستعجل؟ قوي قوي قوي، نفسي سعيد يتونس باخ. قولي لي نسميه ايه؟ نسميه مش لما يجي؟ جاي، ان شاء الله جاي. انا فكرت اسمي مسعد، ابو السعود، عاوز اسماء ولادي تبقى اسماء مبختة. ايه مسعد وابو السعود دي اسماء مبخته؟ ايه مال؟ عايزه اسامي كده تليق بمقامك، تاجر بتاع قماش كبير، ايه رايك في دمور وبفته؟ الله يجازيك. ايه انت مش عاجبك اسم سعيد؟ سعيد، ربنا يخلي سعيد اسم على مسمى. طيب انت تحب تسميه ايه؟ انا بصراحه لا ما بحبش اقاطع يعني، يمكن ربنا يرزقني كده ببيت تأمورة ولا حاجة. ايه مالك اتخذت ليه؟ لا ابدا يعني. نعم ما بتحبش خلفة البنات؟ شوفي بقى امينة، بصراحة كده انا عايز اللي يقف جنبي ويسندني وانا كبير، واسمي يرن ورا اسمه، لكن البنت بتربي وتكبري وتصريفي، وفي الاخر يجي واحد ياخد الجمل بما حمل، ويمكن يطلع ابن حرام يلهب فلوسها كمان. ما تحسبش كل حاجه بالفلوس يا متولي، السعاده مش بالمال، وربنا يبارك لنا ونعمه بالله. بقول لك ايه، ما تيجي نروح لدكتور يكشف عليكي. هو انا عيانه؟ لا عيانه، انت زي الفل، فشر خلاص، بلاش دكاتره والعيال جايين.